تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، أكد سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن شؤون الأشغال انتهت من تنفيذ أعمال تطوير تقاطع شارع الغوص وشارع المطار بالمحرق. وقال المهندس خلف إن المرحلة الثانية من المشروع تضمنت إضافة مسارين منفصلين للدوران لليسار من شارع جسر الشيخ عيسى باتجاه البسيتين ومسارين باتجاه شارع المطار ومسار منفصل لحركة الانعطاف يمينا إلى شارع الغوص، بالإضافة إلى توسعة شارع المطار باتجاه المنامة مع توفير مسار للمتجهين يمينا نحو البسيتين ومسار للمتجهين يسارا نحو شارع الغوص. وكانت وزارة الأشغال قد افتتحت خلال شهر يوليو الماضي المرحلة الأولى من المشروع والتي تمثلت في توسعة شارع المطار الذي يشتمل على منعطف يمينا باتجاه البسيتين. الجدير بالذكر أن المشاريع العاجلة تأتي كجزء من خطة أشمل لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الوزارة بقيمة 1,200,000,000 دولار أمريكي الممولة من برنامج التنمية الخليجي، والتي ستحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات. بناء على توجيهات من سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإيجاد حلول سريعة وفورية لحل الاختناقات المرورية على مختلف نقاط الاختناقات المرورية بشبكة الطرق بمملكة البحرين، قامت وزارة الأشغال بتحديد 11 موقع كمرحلة أولى. طبعا تضمن هذه المواقع هو تطوير تقاطع القوس. تقاطع القوس هو أحد التقاطعات الحيوية الذي يربط جزيرة المحرق بباقي مناطق المملكة. تقاطع القوس يربط جسر الشيخ عيسى بن سلمان بشارع المطار وبشارع القوس. طبعا المشروع تضمن تطويره من جهتين، الجهة الأولى اللي هي من شارع المطار باتجاه المنامة، وتشمل تطويل أو مد المسار المتجه إلى اليمين ناحية البسيتين، وأيضا مد المسار للمرور المنعطف يسارا ناحية جسر الشيخ حمد. تم الانتهاء من هذه الأعمال في يوليو من هذا العام. طبعا الجزء الثاني هو تطوير التقاطع من جهة جسر الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه المحرق، وتضمن المشروع من هذه الجهة إضافة مسار جديد على التقاطع بحيث أنه يكون هناك مسارين للاتجاه يسارا ناحية منطقة البسيتين.